دائما كل شيء بيكون هيك جديد له رهبته صح؟ بخاف الواحد شوي بس هو انا اللي خايف انا اللي قلقانة عليها لانه هي المدرسة جديدة علينا ولسه ما بنعرف فيها حدا بس حنتعرف بس دخلنا على اخصائية جانا طبعا والله هاي بلشت تاخذ محتوى لسه ما لحقت المدرسة جانا طبعا قاعدة حزينة لا مش حزينة عشان المدرسة الجديدة تعرف فيها حدا بلا اليوم شفنا ام صاحبتك مريم قالت انه مريم معك بالمدرسة معك جود بنت عمو محمود بتقولوا مريم ايوه حتلاقي لك بنات معك بمدرستك لانه مدرسة جانا بس لصف تاسع بعد التاسع بتفرفطوا ووزعوهم على المدارس الله يسر يا رب حبيبتي ان شاء الله خير توكلي على الرحمن سمي بسم الله وخليكي انت خليكي صديقة مع الجميع والبنات اللي بتحسيهم انهم مش مريحين خلاص ما سلام سلام من بعيد ماشي زي ما وصيتك